استمرار الجهود المبذولة لوزارة الداخلية في تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة من ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع واحد فقط. متابعة. خلال أسبوع فقط ضبط 15,693 مخالفا من خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 لشهر صفر لعام 1443 الموافق 16 من الشهر 9 لعام 2021 حتى 15 من شهر صفر لعام 1443 الموافق 22 من الشهر 9 لعام 2021، منهم 6,336 مخالفا لنظام الإقامة و 7,452 مخالفا لنظام أمن الحدود و 1,905 مخالفين لنظام العمل. وبلغ إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 311 شخصا، 54% منهم يمنيو الجنسية و 43% إثيوبيو الجنسية و 3% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وتم ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85,009 وافدين مخالفين، منهم 75,014 رجلا و 9,995 امرأة، في حين تمت إحالة 67,641 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3,920 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9,433 مخالفا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال أو مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و99 و996 في جميع مناطق المملكة. للحديث أكثر انضموا إلينا في الاستديو مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية سابقا اللواء خالد الطيش. مساء الخير سعادة اللواء، أهلا بك معنا في عين الخامسة. يا هلا وسهلا، مساكم الله بالنور والعافية. حياك الله. الله سعادة اللواء، يعني خلال أسبوع فقط ضبطوا 15,693 مخالفا، يعني كل أسبوع رقم كبير جدا تم من تم القبض عليهم سعادة اللواء، على ماذا يؤشر بداية؟ ولله الحمد، طبعا هذا الحمل الأمنية الوطنية لضبط مخالفي نظام الإقامة ومن الحدود بدأت في شهر صفر لعام 1439، شاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إضافة لبعض الوزارات ذات العلاقة مع وزارة الداخلية. هذا مؤشر يدل على جهد رجال الأمن وتعاون المواطن المقيم مع رجال الأمن في عدم إيواء هذا المخالف والقبض عليه وتسليم الجهات الأمنية ليتم إبعاده وترحيله لبلاده. نعم. طبعا يعني أسفرت الجهود الآن تجاوزنا إلى 5,000,000 مخالف رقم الآن كبير. رقم كبير جدا، 5,000,000 مخالف، 5,000,000 مخالف منذ بداية الحملة إلى آخر إحصائية أعلنت الأسبوع الماضي. يعني من 1439. نعم، بدأت في شهر صفر عام 1439. نعم، 5,000,000 مخالف، 5,000,000 مخالف تجاوزنا الخمسة، يعني الآن الإحصائية تجاوزنا 5,000,000، يعني والله رقم كبير، رقم كبير جدا. وللأسف يعني نجد من هناك من يساعدهم، نجد من هناك من يأويهم، نجد من هناك من ينقلهم، مع أن يعني النظام صدر عام، في نظام صدر عام 1442 بالأمر الملكي رقم 406، يعني في مادته الأولى، في مادته الأولى جرم من يقوم بالإخلال بهذا باللي بنقل هذا، عقوبته مغلظة مشددة تبدأ من بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة إضافة إلى الغرامة إلى 1,000,000 ريال.
أضف إلى ذلك أنها مصادرة المركبة، مصادرة السكن الذي يأوي المخالف، ومع ذلك يعني الآن يعني ما في عذر لأي مواطن أو مقيم يتعذر بعدم العلم بالشيء هذا. نعم، يعني 5 مليون مخالف، يعني هذه الحملة هو استمرار الحملات السابقة. صحيح، هذه حملات سابقة قديمة لها سنوات عديدة. نعم. طبعا يعني المملكة ما شاء الله قارة يعني ومفتوحة من جميع الجهات، لذلك وجود الاستقرار الحمد لله الأمني والسياسي والاقتصادي مدعاه للدخول الأجنبي للمملكة للحصول على عمل. هذه الظاهرة ليست ظاهرة محلية اجتماعية سعودية خليجية، لا، هذه ظاهرة عالمية، يعني إيواء المتخلفين والمتسللين وتهريبهم ظاهرة عالمية ليست. نعم. طيب الخمسة مليون أنه في هذه الحملة تم يعني في هناك إضافة أمن الحدود المخالف لنظام العمل والإقامة، هل يدخل هذا الرقم في الإضافة؟ نعم، الإحصائية شاملة. لو تلاحظ الإحصائيات اللي تصدرها وزارة الداخلية الأسبوعية تصدر حتى بالجنسية، نوع الجنسية والأعمار، ذكور وإناث، وكيفية القبض، سواء مخالف نظام الإقامة أو من هو هارب من كفيلة أو عاملة خادمة هاربة من كفيلة وتعمل لدى الغير، هذا يعتبر مخالف نظام الإقامة غير نظام الحدود. نظام الحدود هو التسلل، نظام مخالفة الإقامة أحيانا يحمل إقامة نظامية ولكن انتهت أو هرب من كفيلة يعمل لدى الغير. طيب، هذا يعتبر نوع من أنواع مخالفة نظام الإقامة. نعم، في أحد الجنسيات، ما نبغى نذكر الجنسية، أنه الأعمار في شباب في يعني مراهقين، أنت ما لاحظت كذا؟ هم أطفال صغار الهدف منهم التسول، هم كعصابة وشركات عصابات أجنبية تعمل لبعث الأطفال هذه اللي تسول في الشوارع والطرقات. للأسف هناك طبعا هنا من هو يقوم بمساعدتهم ويأويهم، هذا مخالف النظام مهما كان. يعني يجب أن نحافظ على بلدنا ومجتمعنا من هؤلاء، يعني نجد الأضرار، طبعا أضرار اللي تلحق بالمجتمع، أضرار اجتماعية اقتصادية سياسية صحية متعددة يعني. نعم، سوف نعود للأضرار سعادة الوالد، ولكن شاهد ويا كل مشاهدين في أسبوع حملة وطن بلا مخالف، متابع. أعود إلى ضيفي في الاستديو مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية سابقا اللواء خالد الطياش، أهلا بك من جديد سعادة اللواء. سعادة اللواء، خلينا نتحدث ما مدى خطورتهم المباشرة على النسيج الاجتماعي. الخطورة وضحت سابقا، أنا قلت خطورة اجتماعية دينية ثقافية سياسية اقتصادية شاملة، يعني الآن يعني حن صحية، لنفرض الآن عاملة وجدتها بالشارع أو عاملة متسللة أو هذا قمت بتمكينها بالعمل لديك بالمنزل، لا تعلم عن مدى نظافتها، لا تعلم عن مدى عدم وجود أمراض وبائية داخل جسمها تنقل المرض إلى داخل أسرتك، إضافة إلى ذلك الأفكار الهدامة اللي ينقلها هذا، يعني ناس ربما غير مسلم أو أفكار غير موازية مع أفكارنا الدينية ولله الحمد. الأضرار الاقتصادية الأمنية، يعني أمنية، الجريمة، تفشي الجريمة، لاحظنا في الوزارات الحملات الأمنية ما يقوم به الوزارات من ضبط، من يقوم بالغش التجاري، من يقوم بالتستر، بيع المواد الفاسدة، تصنيع الخمور، ترويج المخدرات، أمور عديدة للأسف الآن ما يعيها المواطن. لذلك أنا أحث المواطن وأحث المقيم، نحن في قارب واحد سواسية، لو المقيم أو المواطن نحث به في حال وجود من يخالف نظام الإقامة عليه بالاتصال بالرقم الموحد، طبعا في منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض 911، في باقي مناطق المملكة على 999. بالعكس هذا يعني نوع من الآية القرآنية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، طب هل التسلل من هؤلاء والمخالفين
له علاقة ربما مباشرة بعملية الاتجار بالبشر القسرية الممنهجة وأيضا منظمة. ذكرت لك سابقا من هو من يجون أطفال، من هو يحمل إعاقة، من هم حتى يكسب نوع من الرحمة لدى الشخص. يعني إذا جت شخص معاق، شخص هذا يعني أحيانا لدينا العاطفة والرحمة، تعطف عليه وتعطيه مبلغ مالي. هو هذا شخص مستخدم ولا ما هو مستفيد منها مبلغ هذا. للأسف في ناس من يقوم بتشغيله وإيوائه ووضعه في أماكن معينة ومحددة. نعم. طيب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى في هذه الحملة الوطنية التي بدأت من 1439. هذا التعاون هل يعد دور ربما تكاملي لتحقيق الفائدة لبرامج خاصة؟ وأنت تعرف كبرامج التوطين، لأنه اللي يعملون فيها مخالفين صحيح في أغلب المحلات التجارية. صحيح. هو الآن هو وجود الأجنبي المخالف يضيع الفرصة على المواطن السعودي في إيجاد فرصة عمل وبيئة صحة، بيئة عمل صحيحة. لذلك أنا قلت لك العمل تكاملي مع الوزارة، جميع الوزارات المعنية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية. وزارة الخارجية معنية بوجود السفارات، من هم يقوم بالتعريف على الأشخاص المخالفين اللي يتم ترحيلهم إلى بلادهم، وزارة التنمية الاجتماعية، يعني جميع الوزارات شريك رئيسي مع الوزارة الداخلية في إيجاد في الحملة الوطنية لمخالفين نظام الإقامة. طب خلنا نتحدث عن الجماعات هذه. يعني في جماعات مخالفين يتكون منهم زي ما تقول جماعات مصغرة من المخالفين بعدين تكبر، ما الأثر المترتب على ذلك؟ هي تشكل انهم تجمعات، احيانا تجمعات جنسية، احيانا يعني تلاحظ ان بعض الجنسيات جنسيات معينة تجتمع لتكون كتلة وتكون عصابة، يعاونون بعض، يساندون بعض، يدعمون بعض، يغطون على بعض. هذه موجودة متواجدة، يعني الأمانة موجودة وموجودة في بعض الأماكن اللي يتواجدون فيها، يعملون بتنظيم وترتيب، حتى أنهم يستقدمون بعض الزملاء من جنسياتهم، يستقبلون، يحاولون أنهم تهريبهم إلى المكان اللي يتواجدون فيه. نعم. كلام معنا في الاستوديو مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية سابقا للواء خالد الطياش، شكرا جزيلا سعادة اللواء على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل. ألف شكر، سعدنا بكم، الله يحفظك.